وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها: ضبط مقذوفات مضادة للدبابات في سيناء، والقبض على خلية إرهابية بالسويس، دقيقة حداد في الكونغرس على أرواح شهداء الروضة، غارديان عدد المسلمين في أوروبا سيتضاعف 3 مرات. وإليكم تفاصيل النشرة. قوتنا المسلحة تواصل جهودها لدحر الإرهاب، حيث قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط مخزن تابع للعناصر التكفيرية بوسط سيناء، به مقذوفات مضادة للدبابات وكمية كبيرة من مادة TNT شديدة الانفجار المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وأحزمة ناسفة وقذائف هاون، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 3 أوكار إرهابية ودرجتين ناريتين خاصة بالعناصر التكفيرية. هذا وتمكن جهاز الأمن الوطني بالسويس بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة من القبض على خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان خططت لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية بالسويس، ونشرت أخباراً كاذبة في القنوات التابعة للجماعة في الخارج بهدف نشر الفوضى بالمحافظة. وتضم الخلية 5 قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية. كان العشرات من أعضاء الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ وقفوا دقيقة حداداً على أرواح شهداء حادث مسجد الروضة في مستهل جلسة استماع ينظمها الإعلامي الدكتور مايكل مورغان الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية لمناقشة مخاطر الإرهاب على الإنسانية، فيما أكد النائب عن ولاية كاليفورنيا دانا رورا باكر على أهمية أن تتعاون الولايات المتحدة مع الرئيس السيسي في محاربة الإرهاب. ومن الحرب على الإرهاب إلى الحرب على الفساد، حيث قررت نيابة الأموال العامة حبس رئيس حي المسكي 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة. وكانت النيابة قد واجهت رئيس الحي بتسجيلات الرقابة الإدارية في واقعة اتهامه بتقاضي رشوة قيمتها 100,000 جنيه بمكتبه من أحد تجار منطقة المسكي لمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس. كانت لقاءات التاجر ورئيس الحي تم رصدها بالصوت والصورة، وأثناء تسليم الراشي مبلغ الرشوة لرئيس الحي تم ضبط المتهمين وتصويرهما واقتيادهما إلى مبنى هيئة الرقابة الإدارية لعرضهما على النيابة للتحقيق. قالت صحيفة غارديان البريطانية إن عدد المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي سيتضاعف 3 مرات بحلول العام 2050، وذلك وفقا للتوقعات الجديدة الصادرة عن مركز أبحاث بيو بالعاصمة الأمريكية واشنطن. ونقلت الجريدة عن تقرير المركز الأمريكي أن تزايد السكان المسلمين في أوروبا يظهر انقساما صارخا بين الغرب والشرق، وبحسب التوقعات فإن مسلمي ألمانيا ستزيد نسبتهم إلى ما يقرب من 20%. وأوضحت الصحيفة أن نسبة سكان المسلمين في الغرب ستستمر في النمو بسبب صغر السن وارتفاع معدلات الخصوبة التي يتمتع بها المسلمون. صانع البسمة، هكذا وصف الحساب الرسمي لفريق ليفربول النجم محمد صلاح عبر حسابه على تويتر بعد قيادته الفريق للفوز على ستوك سيتي بثلاثية نظيفة ومواصلة تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي. فيما أكدت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن الفرعون المصري نجح في إخراس المشككين في قدراته بعدما قرر نادي ليفربول التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو حوافز. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرة أخرى بإذن الله.